وقفة طلابية نظمها طلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة أمام تربية نينوى، مطالبين فيها باحتساب المعدل التراكمي أسوة بالدول الأوروبية وبعض الدول العربية، خصوصا وأن منظمة اليونسكو العالمية اعترفت ووافقت عليه نظرا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا القاتلة. خرجنا الوقفة سلمية للمطالبة بالمعدل التراكم الذي وافقت عليه أغلب الدول الأوروبية وبعض الدول العربية باحتساب المعدل التراكمي بعد موافقة منظمة اليونسكو على الاعتراف بالمعدل التراكمي، وأن رصانة الشهادة العراقية سوف تبقى كما هي. الخوف على عوائلنا قبل أنفسنا وعدم توفير البيئة والأجواء المناسبة لنا هو ما دفعنا لمناشدة الكاظمي ووزارة التربية بالسماح لإقرار المعدل التراكمي، يقول الطلبة. والله وقفة احتجاجية حتى يوافقونا على التراكمي، نظرا لأن أعداد الطلاب السادس 500,000 على مستوى محافظات العراق، مو بس احنا طلاب، احنا وعوائلنا، يعني نخاف على أهلنا. أنا أمي بيها مرض، ما أريد أسفه بالأمراض لا لي ولا عائلتي. طالب بالتراكمي أن يحتسبونا المعدل التراكمي وبدون امتحانات، لأنه ما موفر لنا لا مكان ولا بيئة ولا المكان المناسب. طلاب السادس الإعدادي وبكل الأفرع الأدبي والأحيائي والتطبيقي، اليوم جينا نحن نطالب بحقوقنا كحق مواطن عراقي حفاظا لسلامتي وسلامة عائلتي. احنا بالعراق نص مليون تقريبا 500,000 طالب، اذا انتشر الوباء بيناتنا مو بس الطلاب وانما حتى اهالينا. ومنظمة اليونسكو عندها الضوء الاخضر للقرار التراكمي ومن حقنا هذا. تذمر واسع وانتقادات واجهت هذه الوقفة الطلابية من قبل سكنة المحافظة، معتبرين الأمر حجة للعبور من غير جهد مبذول ولا إرادة حقيقية تليق بطلبة العلم. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.